لجنة قانون الانتخاب تتابع نقاشاتها اليوم في ظل غياب ممثل التيار الوطني الحر اتصالات ميلية لحزب الله لحثه على العودة. رئيس الجمهورية عاتب على من تبنى الأرثوذكسي وعلى من شارك في إقرار مشروع قانون النسبية للحكومة من دون تشاور معه. الراعي تركي ليست مع مشروع أرثوذكسي أو مشروع ماروني بل مع مشروع لبناني فقط، وعودي لا يمكن أن أسير بأي مشروع لا يحافظ على الحياة الوطنية المشتركة. لقاء ثلاثي في جنيف بين الأخضر الإبراهيمي ودبلوماسيين روس وأمريكيين لبحث الأزمة السورية. فاتيكان حوالي 1000 مسيحي محاصرون في قرية يعقوبية سورية شمال حلب ومحرومون من كل الحاجات الأساسية. هذه الأخبار وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم، ابقوا معنا.